شبكتني معك، خلي بالك شبكتني معك عشان كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير، يسعد صباح كل واحد عنده صباح ويسعد مسا كل واحد عنده مسا. النهارده ان شاء الله انا واخويا عم اشرف عبد الشكور جايين هنا على العش في اخر مصب النيل فرع رشيد. في معلومة كده يا جماعة عن المية دي، المية دي وظيفة قناطر دفنة ان هي بتحجز المياه الحلوة ان هي تروح عن البحر، فالمياه الزيادة بتتجمع في القناطر، قناطر دفينة. بيجي عند منسوب معين ان المياه دي ما ينفعش تزيد عن كده، بيبدأ يفتح بوابات. البوابات دي بدايتها من دفينة كده بتخلص في البحر الابيض المتوسط، بالتالي البوابات دي لما بتتقفل بتبدأ جزء المياه ده اللي هو بين البوابة وبين البحر الابيض المتوسط يبدأ يختلط ببعضه عند عملية المد والجزر يوميا. فإحنا المكان بيبقى غني ببعض أسماك البحر اللي هو مثلا البوري، البطاطا، الدنيس، القاروص، اللوت، التعبان، تعبان النيل وتعبان البحر، تعبان صغير اهو وتعبان صغير اهو. فإحنا بنيجي هنا على العش عند أخويا أبو مسعود، ومعايا أحمد مسعود ومسعود مسعود مسعود يا جماعه. تصور المنظر ده ابو يحيى بعد اذنك معانا ماشي. برضه ناس عامله رحلات في المركب، رحلات برضه في الميه وواقفين زي ما انتم شايفين. برضه المكان بيدخلوا ايه؟ بيدخلوا سياحه. الحمد لله ان احنا لينا اخوات بتستقبلنا هنا. فاحنا النهارده ان شاء الله يا جماعه نازلين نصطاد بالبوري، بس بطريقه مختلفه شويه. يعني احنا بنعمل سبحه كده زي سبحه التصقيع، سبحه صغيره ثلاث هلوب زي ما انتم شايفين، او ثلاث فطشات او ثلاث شلطات، ثلاثه كده بنبدا نطعم واحد منه بعجينه. ايه عجينه نيه؟ العجينه دي احنا لسه عاملينها مع بعض. لو في مثلا ميه دود بنحطها على الدقيق وبنلفها، لو ما فيش بناخد من الميه دي نفسها، بتبقى بنفس الطريقه دي. ميه البحر نقوم طعم حته صغيره عشان السمكه تعرف تاكل. ايوه، عشان تقوم شايف اللطاش. ايوه، عشان ما تهربش منها وتقوم منزلها بقى كده. تمام، بنربط يا جماعه في المكان ده بعد اذنك عم اشرف. هات السقاله دي، السقاله اللي انتم شايفينها دي يا جماعه بنربط فيها شويله عيش شبك كده وحباء وحب، وبنحط عليها علف سمك واي زفر ممكن بينزل عليها. تبدا تجمع هنا ايه؟ اسماك البوري والبطاطا والقاروص. تمام يا جماعه، احنا نشرح لكم الايه الرحله بتاعتنا زي ما هي. بنيجي بقى انا ايه شغال على المكنه بتاعتي، بنفتح دي فله حره، دي فله حره، بناخد عيار مثلا 6 متر
او 7 متر 5 متر ونص ولا المكان كده كده العلف اللي هو عامله مدخل سمكه، فهي بتشوف طبعا الصنار بتاعي بتدخل عليه، بتدخل على السنيه تاكل، والبوري بيبقى سرب كبير مع بعضه، بنبدا انا نشلط عليها او نشمط او نضرب مع ايه، مع غمزه الايه الفله دي، بنبدا ايه نضرب يا جماعه عليها. فان شاء الله هنوري لكم برده السمكتين اللي احنا اصطدناه في الوقت نفسه. احنا قاعدين بجمبري حي، معانا جمبري حي اهو كده احنا، باين عندك كده عم مشرق؟ ايوه باين. ومعانا برده دود مشرشق، يعني برده بنشوح بالدود، معومين فله حره للجمبري. ده الرزق اللي احنا استفتحناه، يعني السمكه دي ما شاء الله دي كانت من افضل رزقنا النهارده ما شاء الله. وعقرب وابليس وجاروس وبوري، فالحمد لله يعني الرحله موفقه الى حد ما. يا رب ما كنتش طولت عليكم، وتحياتي لحضراتكم وخليكم معانا. اطلع مش اطلع مش اطلع. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله مش ما شاء الله. كلت معانا كمان. ماشي عم مشرف، يلا جمع جمع بسرعة عشان ما تهربش منك. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله عم مشرف، حلاوتك عم مشرف، نور الدنيا. يلا سيف يلا تبارك. أيوه الله كريم الله كريم. يا مسهل الحال يا رب. ان شاء الله بوري مبطره مبطره ده الله اكبر زي الفل على وش عم مشرف عبد الشكور. انت ما خليك معايا هنا. بوري مبطره على وش عشرف عبد الشكور حبيبي عم مشرف. يلا يا بارو ماشي يا غمزتك كان بتغمز معايا هو. انا عارف. يلا انتوا عشان جوز بتعملوا كده، انتوا عشان اتنين فكرتكم حاجه كبيره. ماشي دي بقى رئيس الثوره السمكين ابو يحيى. ايه رئيس الثوره السمكين يا ابو باي لك يا سمير بقى بلا عنطر بلا بتاع محدش هيركض جمد وشد زيك. ولا سيء سبحان الله يا جماعة على تفريعة المية دي هنا في اول الشط كده. سبحان الله السمك البلطي بيرعى، بياخد اول جزء من البر زي ما انتم شايفين. المنطقة اللي احنا فيها دي دي بتكون مليانة اسماك بلطي، كل ما تيجي تغمق سبحان الله تلاقي النقط، يعني تغمق شوية كده تلاقي سمك النقط، تغمق كمان شوية تلاقي بقى ميكس دنيس على قروس على لوت على بوري، لحد ما توصل لنص الايه لنص عرض النيل كده. سبحان الله سبحان الله ربنا قدر ان هو يجمع جميع الاسماك بتاعة الميتين في مكان واحد وفي وقت واحد. سبحان الله حاجة في منتهى الجمال والله اقسم بالله. طبعا احنا هنا بنصطاد، نازلين نصطاد نلم شويه بولتي بالفرقه او بالشبك او بايا كان اسمها، عشان برضو ايه نوسع على رزقنا يعني. هلا سيف هلا يا كريم يا رب، ان شاء الله ترحم وفاه باذن الله. يا مسهل الحال يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب. السمك شاح برضو. ها يلا مسهل. لا سيبك من اللي انا عملني هنا، حاجه غرقاني او عود حطه صح هني.
لا استقبال جديد. خد نص الفرن. وعندك كده حب. ما الحب ما. أما لو ما بفسر. السمك سجعان حلو. سجعان إيه. وعلى سيف صح ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله لا قوه الا بالله يا الله ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك اللهم بارك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا رب يا كريم يا رب يا رب نزلنا على نقطة دول يعني ها يا لك سمك خلص السمك اه ايوه ايوه يلا بينا نقول عم اشرف اوعى اخوانا تكون لسه ما عملتوش لايك تنسوش تعملونا لايك لو اول مره تشوفنا اشترك عندنا في القناه تحياتي ليكم اخوكم سامح الخوالقه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا هسه يطلع كده بالمنطقه